هي قصة سيدة عجوز تدين لها الدولة السعودية بالفضل فيما وصلت إليه حتى الآن، فدعوتها هي السبب في الثروة النفطية والأموال الطائلة. فما قصة هذه السيدة؟ سنتعرف عليها سوياً. أنا هبة سعيد وهذا الخليج 24. يدين الاقتصاد السعودي الذي تقدم إلى المركز 16 بين دول مجموعة 20 بنتائج محلية قدرها 833.5 مليار دولار في عام 2022 بالفضل إلى دعوة سيدة مسنة رفعت يدها إلى السماء داعية للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود بأن يفتح الله له خزائن الأرض، فكانت سبباً في اكتشاف النفط. بدأت الحكاية كما يرويها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في العشرة الأواخر من رمضان، حيث كان والده الملك عبد العزيز حريصاً على الإحسان للضعفاء والفقراء بنفسه ليلاً دون أن يخبر أحد بذلك. وبينما هو ذات مرة في طريقه قابل سيدة مسنة وأعطاها مبلغاً من المال، فأمسكت به وسألته عن هويته فلم يرد، فسألته أنت عبد العزيز؟ فرد عليها وقال نعم أنا عبد العزيز. فاستقبلت المرأة القبلة ودعت الله أن يفتح للملك المؤسس خزائن الأرض. وبعد اكتشاف النفط الذي فتح أبواب الخير للبلاد، قال الملك عبد العزيز إنه عرف أن النفط هو خزائن الأرض التي أشارت إليها السيدة في دعائها. وبدأت قصة اكتشاف البترول في المملكة حين وقع الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في مايو من العام 1933 اتفاقية الامتياز للتنقيب عن البترول بين حكومة المملكة وشركة ستاند أويل أوف في كاليفورنيا. وفي نفس العام تمت عملية المسح وتم اكتشاف أول حقل نفطي في المملكة عام 1935، حيث حفر أول بئر اختبارية في الظهران في قبة الدمام، لكن نتائجها لم تكن على قدر التطلعات. وواصلت الشركة جهودها حتى وصلت إلى بئر الدمام رقم 7 والذي بدأ الإنتاج في مارس من العام 1938 بمعدل 1.5 برميل في اليوم على عمق 1.5 كيلومتر تقريبا. والآن بعد مضي 84 عاما أصبحت السعودية تتبوأ مركز الصدارة في الصناعات البترولية، حيث تجاوز إنتاجها 10 ملايين برميل يوميا من النفط وتدير احتياطيات تقليدية من الخام بلغ 260.2 بليون برميل، ومن احتياطات الغاز 284.8 تريليون قدم مكعبة قياسية. واكتشفت 116 حقل زيت وغاز على مدى تاريخها. غير أن الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمر بتغيير اسم بئر الدمام رقم 7 أول بئر بترول في تاريخ السعودية إلى بئر الخير، حيث كانت بداية لعصر جديد من الرخاء والخير عاشت فيه المملكة. فقبيل اكتشاف النفط كان اقتصاد السعودية تركز حول تربية الماشية والزراعة والتجارة والصناعات البسيطة، وكان موردها الأساسي يعتمد على الحج والعمرة. مع اكتشاف الذهب الأسود أصبحت الدولة تعتمد على 90% من إيراداتها من عوائد النفط. وفي الختام، اقتصاد قوي وثروة هائلة من الاحتياط البترولي جعلت السعودية من أهم دول العالم ومن أقوى 20 اقتصاد على سطح الكرة الأرضية، كل ذلك بفضل دعوة سيدة مسنة في جنح الليل بفتح خزائن الأرض للملك المؤسس.